ومتابعين حلقتنا بننتقل هلا لعند زميلتنا مريم الحاج تنشوف معها شو محضرتنا لليوم، طبعا باطار الروايات الاجنبيه مثل كل تنين. صحيح مريم، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير مريم، كيفكن؟ نحن منيح منيح نوعا ما. جاهزين؟ يلا. اذا من بين الروايات يلي لازم نقراها ضروري جدا نقراها قبل حلول فصل الخريف هي روايه ذا مارشن او المريخي. ليش؟ لأنه مش بس هي رواية استثنائية وحققت من لما صدرت أرقام مبيع خيالية، إنما لأنها رواية تحولت إلى فيلم موعد عرضه ب 25 نوفمبر القادم. تعتبر رواية The Martian أو المريخي من روايات الخيال العلمي الحديث، وكاتب الرواية هو أندي وير المتخصص بكتابة العلوم والخيال العلمي. تتناول الرواية قصة رائد الفضاء مارك انطلق من هو وطاقمه إلى المريخ على متن مركبة فضائية برحلة استكشافية. بعد عاصفة قوية يفقد مارك، وبظن الجميع بأنه مات، ولكن مارك يلي نجا من العاصفة بصعوبة كبيرة بيلاقي نفسه وحيد وقد فقد كل وسيلة اتصال بكوكب الأرض أو بالمركبة. وهون بيبدأ مارك المحاولة بشتى الوسائل لإيجاد طريقة من أجل الاتصال مجددا والتواصل مع كوكب الأرض أو المركبة وطاقمها والإبلاغ عن أنه مازال على قيد الحياة. كيف رح ينجى إنسان ترك على سطح المريخ وحيد بدون أي رفقة بشرية ولا وسيلة تواصل مع أي حدا؟ حبكة الرواية البارعة نجحت بمد الأحداث على مدى 360 صفحة، والملفت بهالرواية كمية التفاصيل العلمية الدقيقة يلي وضعها الكاتب لأجل تقديم تبرير شديد الإقناع لكيفية استمرار حياة رائد الفضاء المتروك على المريخ لأيام وأيام. الرواية بتقدم رسالة عن أهمية الإصرار والإرادة يلي بتصنع الأعاجيب، وعبقرية الرغبة بالحياة هي البطل الخفي بها الرواية. المخرج البريطاني الشهير ريدلي سكوت هو يلي أخرج الفيلم المقتبس عن هالرواية، وحمل الفيلم نفس عنوان هالرواية، والفيلم من بطولة النجم الكبير مات دايمن. مريم، كتار هن روايات الخيال العلمي يلي حققوا نجاح مؤخرا، شو يلي دفع المخرج ريدلي سكوت للعمل على تحويل هالرواية تحديدا لفيلم سينما؟ يلي خلى سكوت جوال انه يختار هالرواية بالتحديد هو انها مختلفة عن غيرها. اولا هي شديدة الجدية من ناحية الاحداث، بحيث انه بتقدم التصور الاقرب للحقيقة لا هالحدث الرهيب. ثانيا بهالرواية في كم من المعلومات العلمية الدقيقة وخاصة حول كوكب مارس، وهالمعلومات مش موجودة باي رواية اخرى ولا حتى باي كتاب اخر. كما أنه أهمية هالرواية هي أنها استرجعت أمجاد الأعمال الأولى يلي كان فيها الأدب يمهد الطريق أمام العلم وأمام التاريخ الحقيقي. أخيرا ميزة هالرواية والميزة الأكبر لهالرواية هي أنها بالرغم من أنها مكتوبة برصانة علمية ملفتة جدا، وبالرغم من أنها حافلة بالتفاصيل العلمية، إلا أنه حبكتها مترابطة جدا ومشوقة جدا. وفوق هذا كله الرواية فيها كمان سخرية بتجبر القارئ على الضحك بعز المأساة. مريم، هالرواية هي الأولى لأندي وير، وهي أول مرة بيتم تحويل ما بعرف روايته لفيلم سينمائي. نعم، بيارات هو كاتب الرواية هو بالأساس مهندس برمجيات، وهو سبق ونشر قصة قصيرة له بعنوان The Egg على موقع يوتيوب، وحققت هالرواية نجاح بسيط يعني مش كتير. هلأ شهرته الحقيقية كانت مع The Martian هالرواية، وقصته مع هالعمل الإبداعي جدير بأنه نتوقف عندها. هو كتب الرواية بين عام 2009 و2011، واستفاد من اهتمامه بالفضاء وبالفيزياء وبخبرته الكبيرة بخبرته الحاسوبية الكبيرة، ولكن بعد ما فشل بالترويج عند الناشرين التقليديين قام بنشر الرواية على الانترنت، وكانت النتيجة بأنه تصدرت هالطبعة مبيعات أمازون وباعت 35 ألف نسخة رقمية خلال 3 شهور. ساعتها طبعا مثل العادة تنبه أصحاب النشر الورقي للموضوع، وباع وير حقوق روايته لدار كراون لا يتصدر من بعد قائمة نيويورك تايمز لأفضل أعمال الخيال العلمي بمارس 2013.
طبعا حطوا عليها العين المخرجين والمنتجين حلت بعينهم يعني هيقول. شكرا لك مريم. وانا بشكركم. بنشوفك بنرجع نهار الاربعاء ان شاء الله. واحد من اهم الشعراء العرب تخطت شهرته حدود بلده، عبد الرحمن الابنودي رحل لتخسر الحياه الثقافيه المصريه والعربيه، صوت من اقوى الاصوات الشعريه الحديثه. ضمن هالاطار اقيم عزاء في قاعه الجمعيه الاسلاميه للتوجيه والتخصص العلمي بدعوه من عدد من الهيئات الثقافيه بلبنان. تقرير. كل جهات المدن الخرصه الوف شبان زحفين يسالوا عن موت الفجر. استنوا الفجر ورا الفجر ان القتل يكف ان القبضة تخف ولذلك خرجوا يطالبوا بالقبضة على القبضة وتقديم الكف. الدم الدم جلب الميدان وعدل وكأنه دن نحاس مصقور. انا عندي فكرة عن مدن نكرهها النور. مثل ما كانت كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي بأغاني الثورية طلقات رصاص بصدر الأعداء، كانت أغاني العاطفية مع عبد الحليم حافظ وصباح ونجاة الصغيرة تتردد على لسان كل الناس. ساعات ساعات أمضاها الأبنودي بين الثورة والسجن والسخرية والحب. رحل الخال ولآخر لحظة بقي وفي للكلمة. بوداعه تداعت مجموعة من الهيئات الثقافية في لبنان لتقبل التعازي. الحقيقة ما بيضل بعد الموت إلا الشعراء، وما بينخاف بالحياة إلا من الشعراء. إذا كان ظفر النواب هو العراق، عبد الرحمن الأبنودي ومعه أحمد فؤاد نجم هن مصر. عبد الرحمن الأبنودي تعلمنا منه الأمل بحياة عربية مشرقة مقبلة. لأن لم نستطع أن نحققها والأبنودي على قيد الحياة، فلابد من أن يستمر الحلم، ولابد من أن تتحقق لنا هذه الحياة. كان هذا الشاعر الذي يعبر، الشاعر الذي يفكر، بس هو يعبر بالوجع، يعبر بحنان، وهذا ما نفتقده اليوم في الشعر العربي. هذا الشاعر السيال اللي استطاع انه يرفع من مستوى العامية المصرية، واللي استطاع انه يرش هذه العامية في كل الوطن العربي بحناجر واصوات مطربين كبار. ده نهار كل الانهار اجتمعت من نهر العاصي للليطاني ليعزوا نهر النيل. نهر النيل اللي ما بيكرز مياته الا مع الخالدين. قبل مروري على بعض مكان كنت موصي يمي افوت، هجمت محاره مجموعه نسوان رقعوا بالخوف قالوا اعطوا عمود، وعرفت تموت وتفوت اللحم العار المتهان في المدن اللي ما عداش منها ريح الانسان. انا موت ومش منظور لي جواب، متحصن بكتوف الاصحاب. عبد الرحمن الابنودي اشهر شعراء العاميه في مصر والعالم العربي، فكانت كتاباته مزيج بين الصراحة الشديدة والغموض الجميل، بين الفن والفلسفة، بين فكر الفلاح وشهامة الصعيدي، بين ثقافة المفكرين وطيبة البسطاء. فكان شعره العامي متنفس لملايين المقهورين يلي بكت أسمران اللون. ومن أجمل شعراء مصر، وكنا أهل نحن وياه، لأنه كان يتردد باستمرار على بيروت وكنا نشوفه باستمرار وحبيناه وحبنا وزعلنا كثير لما مات. هالتاريخ نتمنى انه يتدرس وانه ينعرف وينتشر باكثر ارجاء عالمنا العربي. انه نعمل حركه استنهاض، نشوف كيف نتعاون في سبيل رفع الثقافه ورفع حاله المثقفين اللي هن وضعهم كثير سيء. الابنودي رمز ليس لمصر فقط. الأبنودي رمز من رموز العرب. الأبنودي هو الهرم الثقافي. الشاعر خلق تيحب قلبه مسيطر عالزمن، كل ما كبر بيضل شاب، والحب من أصله جناس جناس، الروح طينه وميته الإحساس، بيعشق وطن بيكبر وبيضل عالي الراس، بيعشق شجر بيشوف حد فاس، بيعشق قمر لما يغيب بيركب الوسواس، بيعشق بشر ما أطيبك يا كاس، كل شي
ممكن يجي ويروح وبيضل حب الناس. من بيوت الطين وجدران الصفايح ساعة الساعة تلاقيني طلعت حافي، لا تصدق سكتتي، أنا مهر جامح في ثواني حنطرك من فوق كتافي. وانضم لنا بالاستوديو هلا الدكتور اسعد سيف المشرف على الابحاث والحفريات الاثريه بالمديريه العامه للاثار. صباح الخير. صباح النور. واهلا وسهلا فيك معنا بالاستوديو اخبار الصباح. بدنا نحكي عن نشاط قمتوا فيه بمناسبه يوم التراث العالمي، وهو خلاله تم ازاحه الستار عن لوحات تذكاريه وتفسيريه لموقع صور الاثري كموقع مدرج على لائحه الاثار العالمي، صح؟ صح. بدنا نحكي تفاصيل اكثر عن النشاط. هو هيدا النشاط تم ضمن مشروع اركيوميد سايتس، هو مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي وبتشارك فيه تونس وايطاليا ولبنان، والهدف تبعه هو التوعيه وحسن اداره مواقع التراث العالمي. نعم. من لبنان اي نصور هو ككانديدا يعني ليكون موقع التراث العالمي اللي بدنا نفوته بهالمشروع. وبما انه في نهار التراث العالمي هو ب 18 شهر، بقى الهدفين التقوا مع بعضهم وعملنا نشاطات مهمة ونشاطات هادفة وتثقيفية. نعم. حول الأثار وحول أهميتها وأهمية التراث العالمي وصور بالتحديد. لكل الناس اللي عايشين بصور، لأنه في كتير تفاجأنا أنه في كتير ناس عايشين بصور وما بيعرفوا ما بيعرفوا موقع الأثرية، مش قريبين من الموقع، ولا كل الناس اللي زاروا الموقع بهيدا النهار. نعم دكتور سيف، نحن بنعرف انه صور بتضم مواقع اثريه كثير كبيره، ولا زلتوا لحد اليوم عم تكتشفوا مواقع جديده اثريه بصور. نعم. وبنعرف قديش اهميه وجودها على الخريطه السياحيه، وين اهميه انه تشارك بهيك نوع من المسابقات، وقديش في احتمال انه عن جد تكون رابحه؟ خليني اقول هلا هي صور بالنتيجه ربحانه لانه هي وصلت على حد التراث العالمي، انما كانت مرقت بمرحله بخطورة، لأنه من سنتين كانت مهددة تنوضع لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، لأنه الإدارة تبع الموقع ما كانت على المستوى المطلوب وفقا للتراث العالمي. الإدارة بس الموقع؟ ما هو إدارة الموقع. إدارة الموقع نحن تجندنا بالمديرية العامة للأثار بوزارة الثقافة، تأهبنا وثائب مشروع أركيوميد سايتس كمان بناسب هالتطلعات هيدي، ومن سنتين لليوم عم نعمل كل الجهود كرمال نقدر نرجع نبرو الصور. شو اللي بيهدد موقع أثري إذا كانت الإدارة مش إدارة محا. إدارة الموقع معناتها أنه كيف نهتم بالموقع، كيف نعرف الناس على الموقع، حراسة الموقع، وأهم شيء كيف التفاعل بين المجتمع المحلي وهالموقع. كان هالرابط بين الأثار وبين العالم مقطوع، حسينا نحن انه بعاد عن تراثهم وبعاد عن تاريخهم. مثل ما ذكرت يعني اهالي صور مش مطلعين على تفاصيل الموقع الاثري بمدينتهم. صح، وهالشيء هيدا كان بيؤدي انه يمكن هن يعملوا تصرفات تاذي الموقع بدون ما هن ينتبهوا. بقى نحن حاولنا من سنتين لليوم وخاصه بمشروع اركيوميد سايتس انه نقدر نرجع نرد هالروابط ليقدروا هن يتوعوا على الاهميه تبع الموقع تبعهم ويقدروا يتفاعلوا معه بطريقه هادفة وطريقة بتناسب موقع تراث العالم تحمي. يعني بس نحكي عن موقع صور الأثري عم نحكي عن مساحة تقريبا قديش بتبلغ؟ مساحة يعني بالألاف الأمتار المربعة، بمئات الألاف الأمتار المربعة. الموقعين اللي هن مهمين بصور هو الموقع الموجود في سباق الخيل الروماني والمدافن ومدخل صور من الجهة الشرقية، والموقع الثاني يسمى موقع المدينة، هو موقع فيه كومبلكس حمامات كتير كبير، والحلو فيها انه جزء من هالمدينه بالزلزال الكبير تبع ال 551 نزل تحت المي. يعني اليوم نحن بالسيتي يعني السيتي سايد بالموقع المدينه اذا بننزل بنغطس تحت المي بنلاقي اثار بعدها الموقع مكمل تحت المي. شو حلو، وموقع كثير كبير، وبعدنا لليوم عم نعمل حفريات وعم نكتشف يعني بالمناطق اللي غير منقب عنا بقلب سوريا. شو اللي تم اكتشافه مؤخرا؟ مؤخرا مش كتير مؤخرا، بس انه بالفترة اللي اذا بدنا نقول لحقت وضعه على لائحة التراث العالمي، اكتشف بازيليك كتير كبيرة من القرن الخامس، وهيدي بازيليك كانوا يحكوا عنها بكتب التاريخ ونحن ما كنا بنعرفها او بالنصوص القديمة. كنا عم نسأل وينا؟ عم نسأل وينا، اكتشفنا بعض اجزاء حدود المدينة، كيف تطورت المدينة بالفترة العربية، كان في سور كتير كبير
قدرنا اكتشفنا أجزاء منه، ونعمل دراسات كتيرة حديثا على المدافن الفينيقية اللي كانت موجودة بمنطقة سور وما كانت كتير محددة، اكتشفناها واكتشفنا كيف كانوا يمارسوا العادات والطقوس المدفنية تبعهم بالتفاصيل. دايما نقرأ بالجرائد انه تم اكتشاف نواويس بسور، يعني مزبوط. اكتر شيء عم بيتم بسور هالاكتشافات، لانه بالمنطقة المدفنية القديمة بمنطقة حاليا بعد غير مأهولة وعم نتم فيها الاكتشافات. دكتور لما تقول بازيليك كتير كبيرة يعني قدي كبيرة وإذا يعني سوري بس قل لي قد ايه كبيره؟ يعني هي تقريبا بعتبر نحن كبيره يعني تقريبا شيء 60 متر ب 25 متر، شغله كثير كبيره. بازيليك من هالنوع ليش ما بيتم اكتشافها قبل؟ يعني وين بتكون خبايه؟ لا هي معروفه بس قد ما الموقع الاثري كثير كبير بده وقت طويل، وبفتره الحرب ما تم البحث العلمي، البحث العلمي تم بالتسعينات واليوم وشوي شوي عم نكتشف هالمدينة. طيب السواح قديش عم بيتفاعلوا مع المواقع الأثرية؟ يعني نحن بنعرف انه قديما عن جد تبقى مثلا المواقع الأثرية بعلبك جبال صيدا صور كتير تجذب سواح، وبنعرف انه بيقصدوا يجوا على لبنان تيزوروا هالمناطق. هلا في طبعا الحالة الأمنية كانت عم بتخففهم شوي، ونحن شفنا انه نحن كمديرية عامل الأثار وكوزارة ثقافة لازم نعمل افور زيادة. وبهالإطار مشروع اللي عم نعمله مع أركيومات سايس بخصوص صور عم نعمل هالإفور وأكثر كرمال نقدر نحن نعمل ديناميك جديدة بالموقع، دفشة بالموقع ليقدروا الناس يجوا، لأنه نحن كانوا عم بيتعاطوا إذا بدنا نقول الإدارة كانت عم تتعاطي الإدارة العامة مع المواقع كمواقع مقدسة بدنا ننتبه لها، بالعكس هي مواقع لازم تستقبل العالم وتكون منفذ لهم. لأن عم نشوف يعني بغير المدن اللبنانية يعني إن كان بجبال ببعلبك بصيدا يعني في كم سواح، ودائما بنسمع يعني من الأصحاب من الأقارب إنه رايحين نزور هالقلعة، نادرا ما نسمع إنه رايحين نزور قلعة صور. وهيدا الهدف من النشاطات اللي عم نعملها إنه نقدر نحيي هالموقع. بالشيء اللي صار بنهار التراث العالمي كان هيدا الهدف الاساسي، خاصه انه حضارات كثيره مرقت على سور، بس يمكن اكثر اثار بارزه هي باقيه من اي حقبه من الفتره الرومانيه والفتره البيزنطيه وفي اجزاء من الفتره الفينيقيه عم نكتشفهم. نحن صورنا تقرير وعرضناه الاسبوع الماضي حوله، هلا عم نشوف صور كمان من النشاطات. هودي الصور النشاطات اللي عملناها وين عم بيرسموا؟ ان شاء الله ما يكونوا على شي موقع اثري. هو بقلب الموقع، ما هيدا اللي نحن الهدف تبعنا انه نقدر نقلهم للعالم انه الموقع هو محل بتقدروا انتو ترتاحوا فيه، بتقدروا تعملوا الاكتيفيتي اللي انتو لازم تعملوها بس ضمن هدف المحافظة على هو exactly وضمن اطار الثقافة المطلوب. هون اللي عم نشوف البنتور عم بينعمل كان معنا الفنان توم يونغ اللي عمل الميزون روز البيت الزهري ببيروت، اجا عمل ارت جام يعني جبنا لوحة 6 متورة فاضية وبلشنا مع كل العالم اللي عم يجوا على الموقع نعمل رسم مشترك مع الأولاد مثل ما عم نشوف. وعناصر اليونيفيل كمان كانوا موجودين طبعا، لأنه النشاط هو صار بالتضافر عدة جهود منها جهود اللي عملتها اليونيفيل عطيتنا الدعم التقني لهالنهار هيدا، وقدرنا بكل هالعناصر هودة قدرنا نعمل شيء فعلا كان رائد وكان سباق بالموقع. طيب قديش في وعي عند المجتمع انه المواطنين على كيفية المحافظة على التراث الأثري والمواقع الأثرية، وقديش بيعرفوا أهميتها يعني أهميتها تاريخها؟ نعم هي المستوى متدني، بس برجع بقول دغري الحق علينا نحن كمديرية عامة للأثر، نحن هلا عم نرجع نجرب نعمل مقاربة مختلفة كرمال العالم يحسوا انه هيدا جزء منهم، جزء من تاريخهم، جزء من حضارتهم، لانه بيتفاعلوا معه بطريقه ثانيه وبيساعدونا نحمي. يعني اذا ما نحن تفاعلنا مع المجتمع المحلي ليحمي المواقع الاثريه اللي عنده، نحن ما بنقدر نعمل كثير اشياء. وصور يمكن شكلت كانت مرفق اساسي عند الفينيقيين، وقال لي صار انطلقت من صور على قرطاج. طبعا يعني طبعا يعني صور هي بحسب الاسطوره هي عندها كثير اهميه على مستوى البحر الابيض المتوسط. يعني بنعرف نحن انه اوروبا اجا زوس بشكل ثور وخطفها لاوروبا وراح على المدينه على العالم الحديث، وقدموس راح يبرم وراها وهيك نشر الابجديه الفينيقيه بالعالم الغربي،
وهيك تطورت الأبجدية الفينيقية. هلا بدنا نقرب من وين انتشرت الفينيقية الأبجدية، من جبال ولا من سور؟ هلا هي من الساحل، نقدر نقول الساحل الفينيقي. الساحل الفينيقي بس هي الميثولوجي بتقول عن سور أكثر من جبال. جدل هلا خذوا اتصال من حدا من جبال. بكل الأحوال من وين ما انطلقت، مهم إنه انطلقت من البحر المتوسط للعالم. وأهمية سور بمثابة أهمية جبال وكل المواقع الأثرية بلبنان يلي لازم نعرف كيف نحافظ عليها، وبركي منفهم قديش أهمية وجود هالتراث عنا يلي هو جاذب رقم واحد يمكن للسواح. كان طبعا وفي شغلة مهمة نحن منقول دايما انه الاثار والتراث هو اللي ورطونا اياه الاسلاف والاجداد تبعنا، مجبورين نحن نحافظ عليه ونمرقه للولاد تبعنا بطريقة غير منقوصة بل محسن فيها. امانة امانة، هيدي امانة لنا، مفروض نحن نقدر نفهمها اول شيء وبعدين نمرقها بطريقة مرتبة لأولادنا. قديش العوامل البيئية عم توقف معكم دكتور سيف؟ يعني يمكن بالعواصف الأخيرة تضرر نوعا ما جزء من هالموقع الأثري. هي بالعواصف الأخيرة بيطلع المي طبعا على الموقع الأثري، إنما بمشاريع الحديثة اللي عم نعملها خاصة بمشروع البنك الدولي عمل سنسول كبير حمى الموقع الأثري من هالعواصف اللي كانت طبعا تضر فيه وتجرب تاخد الرمل منه شوي شوي، مثل كأنه في صراع بين البحر وبين الموقع. هلا يضلوا صراع طبيعي أحسن ما هن البشر يزيدوا على الموضوع. طبعا طبعا نعم. إذا فينا نحمي من اثنين بتما أزبط كمان. بتحب تضيف شي دكتور قبل؟ اللي بدي أقوله هو أنه نحن المهم كتير نقدر نفهم تراثنا، لأنه إذا فهمنا تراثنا منحافظ عليه، نعرف قيمته، ونعرف قيمته حالنا وقيمة الحضارة اللي نحن فيها. لبنان غني كتير، اللبنانية عندهم غنى ثقافي وغنى تراثي كتير كبير، بس نحن كوزارة ثقافة شغلتنا نضويلهم عليه، لأنه اللبناني دغري بينتبه لهالمواضيع وبيقدر يحافظ معنا على التراث. نعم. نحن بنحيي الجهود اللي عم تعملها طبعا المديرية العامة للأثار، وبنعرف قديش مثل ما ذكرت هلا حضرتك عم تتضافر الجهود أكثر وأكثر لنعرف نحن كمواطنين أهمية الحضارة اللي عايشين فيها واللي مرقت على بلدنا. شكرا لك دكتور أسعد سيف، يعطيك العافية. ميرسي. وكل شيء جديد بتكتشفوه بعد خبرونا. على الأكيد. على الأكيد. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. بريك منرجع نتابع اخبار صباح.